الله وبركاته. هلا يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم مريم ممدوح، فرقة تالتة. هنتكلم مع بعض عن سيكشن سهل وبسيط بعنوان الفيرال ديزيز او جي اي دي. بس قبل ما نبدأ السيكشن بتاعنا كده، نسمي الله ونقول دعاء المذاكرة. اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. نبدأ السيكشن بتاعنا. قلت السيكشن بعنوان الفيرال ديزيز او جي اي دي، انا لخصه في 3 بوينت بالظبط. اول حاجه هجمع السبيسمن، بعد كده هترانسبورت ات للمعمل بتاعي، وبعد كده هدايجنوز السبيسمن دي. بالنسبه لاول بوينت، الكوليكشن اوف فيرولوجيكال سبيسمن، هتكلم عن حاجتين: التايم اوف كوليكشن اوف فيرولوجيكال سبيسمن والتايب اوف فيرولوجيكال سبيسمن. الوقت والتايب، النوع. التايم، لازم ان اجمع العينه as soon as possible after the appearance of symptoms. اشمعنى يعني اول as soon as possible after the appearance of symptoms؟ اول ما الاعراض تظهر يعني، لان الكونسنتريشن بتاع الفيروس في الوقت ده بيكون at its highest، فاعلى تركيز له، فبالتالي لازم اجمع العينه في as soon as possible after the appearance of symptoms، اول ما الاعراض تظهر يعني. تمام، مثال على كده ان بعد اسبوعين من الانفكشن بهيباتيتس اي فيروس بقدر احدده في الليفر وفي البلاد وفي الفيسز، لكن الاكسكريشن بيقف من اول ذا فيرست داي اوف كلينيكال جونتس. يبقى الانفكشن من بعد اسبوعين من الانفكشن بقدر احدده في الليفر وفي البلاد وفي الفيسز، لكن الاكسكريشن بيقف من اول يوم من كلينيكال جونتس. كمان لو انا هعمل انتي بودي تيست، البلاد اللي هكولكته لازم ان يكون برضو as soon as possible، ويفضل يعني من 5 ل 10 ايام بيرد سيرو. اهم حاجه في السلايد دي ان التايم اوف كوليكشن لازم يكون as soon as possible after the appearance of symptoms، اول ما الاعراض تظهر. ليه؟ قلت علشان الكونسنتريشن اوف فيروس في الوقت ده بيكون at its highest. تمام، تاني حاجه هتكلم عنها التايب اوف فيرولوجيكال سبيس، نوع العينه. ليه لازم انا احدد التايب؟ قلت علشان يعني ادايجنوز الفيرال جاسترو انترايتس، خاصه اللي بتسببها الروتا فيروسز وانفيستيجيت البوليمايلايتس واذر ديزيزز تسببها الانتيرو فيروس. يبقى انا لازم اعرف التايب اوف فيرولوجيكال سبيسمن علشان ادايجنوز ديزيز الثانيه. تمام، بالنسبه للكوميك، خليكم على علمك يا جماعه، اصرخوا باعلى صوت، يا لهوي اي حاجه، المهم خرجوا النيجاتيف انرجي اللي عندكم. انا عارفه ان في طاقه متجمعه بالهبل جوه، خرجوها لاي حد ولا يهمكم. تاني بوينت هتكلم عنها هي الترانسبورت السبيسمن لللابوراتوري بتاعي، هنقل العينه للمعمل. الفيروس احنا عارفين ان هي كائنات ضعيفه جدا، ما بتقدرش تعيش في فلكتويشن ان تمبريتشر، في درجات الحراره المتقلبه او درجات الحراره العاليه، خاصه اللي هي الاعلى من 50 درجه، وكمان بتدمج باللايت وبالدراينج وبتغيرات البي اتش والبكتيريا الانزيم. طب انا اعمل ايه عشان احافظ على العينه بتاعتي، الفيرولوجيكال سبيسمن بتاعتي، احافظ عليها ازاي؟ ان انا انقلها في فيرال ترانسبورت ميديا، ميديا خاصه بنقل الفيروسات، لازم انقلها فيها. اشهر حاجه عندي هي الهانك ميديا، هي دي شكل الهانك ميديا. قلت ان الهانك ميديا دي اشهر فيرال ترانسبورت ميديا عشان احافظ على الفيروسات بتاعتي. قلت ان هي ضعيفه فممكن تموت بالتغير في درجه الحراره، بالضوء، بالجفاف، كمان تغير في البي اتش والبكتيريا الانزيم، فلازم ننقلها بميديا تحافظ عليها. اشهر حاجه هي الهانك ميديا اللي هي دي. تمام، ايه هي الفي تي ام الفيرال ترانسبورت ميديا دي؟ دي عباره عن ايزوتونيك سوليوشن، محلول متعادل بيكون فيه بروتين وانتي بايوتيك. ليه يعني بيكون فيه انتي بايوتيك؟ عشان احجم البكتيريا، البكتيريال كونتامينيشن، بحجم البكتيريا. ليه؟ لان البكتيريا لو دخلت على العينه هتدمرها لي، فلازم احافظ عليها من البكتيريا. وكمان احط بافر علشان اكنترول البي اتش، لان انا قلت اي تغير في البي اتش هيدمر الفيرولوجيكال سبيسمن بتاعتي. تمام، الفيرولوجيكال سبيسمن بعد ما بجمعها بنقلها في ريفريجريتد، ببردها عن طريق ان انا بحطها في ايزوليتد بوكس ويكون في ايس باكس، كيس تلج يعني، علشان احافظ على درجه الحراره من درجه الحراره المتغيره الثانيه اللي هتدمر لي الفيروس. تمام، تالت بوينت هتكلم عنها هي الدايجنوس، هشخص العينه. طبعا هشخص عن طريق تو ميثود، دايركت واندايركت. الدايركت ان انا ادور على الفيروس بحد ذاته، او ادور على اي حاجه خاصه بالفيروس، مكوناته بقى او اصبغه، اي حاجه. المهم ان الدايركت ان هي تكون اي حاجه خاصه بالفيروس نفسه. الاندايركت اسمها سيرو دايجنوزس، ده انا مش بدور على الفيروس، لا انا بدور على، انا عارفه ان اي فيروس او بكتيريا بتخش الجسم طبعا كاميون ريسبونس الانتي بودي في الجسم بتاعه، فانا هدور على الانتي بودي بقى. يبقى دي اندايركت عشان انا ما دورتش على الفيروس نفسه، لا انا دورت على الانتي بودي اللي عليه.
الدايركت عن طريقي ان هو الفيروس ايزوليشن ديمونستريشن للفيروس بارتيكل، ان انا اعمل ستيننج عن طريق الجيم ساستين، احدد الفيرال نيوكليك اسيد عن طريق البي سي ار او الهايبريدايزيشن تكنيك. تمام. الاندايركت اشهر حاجه عندي الاليزا والاميونو فلورسنس وزود الار اي. هتكلم عن كل واحده بقى لوحدها في كلمتين كده. الدايركت ميثود او قلت اول حاجه الفيروس ايزوليشن، بدور على الفيروس نفسه، بدور على الفيروس نفسه. اشهر حاجه عندي هي التيشيو كالتشر بوتل، ده بستخدمها في الفيروس ايزوليشن وديمونستريشن للسي بي اي فيروس اللي هو السيتوباسيك افكت، التاثير السلبي بتاع الفيروس ده. شكل التيشيو كالتشر بوتل، ركزوا في الصور علشان هي اللي دي اللي بتيجي في الامتحان البراكتيكال. تمام. ده الانفرتد مايكروسكوب، بستخدمه عن طريق ان انا بديمونستريت السي بي اي اوف فيروس السيتوباسيك افكت بتاعت الفيروسات. قلت ان انا اول حاجه بعمل فيروس ايزوليشن، تاني حاجه بدور على الفيروس بارتيكل، هدور على الفيروس بارتيكل جزيئات الفيروس ده عن طريق ايه؟ عن طريق الالكترون مايكروسكوب. ده شكل الالكترون مايكروسكوب، ودي صوره تحت الالكترون مايكروسكوب. الاندايركت ميثود قلت اسمها السيرو دايجنوزس، اشهر حاجه عندي قلت الاليزا والاميونو فلوريسنس والار اي. قلت ان انا اندايركت ليه؟ عشان انا بدور على الانتي بودي اللي عيلي نفسه، فانا بعمل ديتكشن للفيرال سبيسيفيك اي جي ام عن طريق ده في السيجنال سنجل سيروم، ده بسميها رابيد دايجنوز، او بديتكت الرايزنج انتي بودي تتر. دي اهم حاجه ان انا بحدد الرايزنج انتي بودي تتر ده في البيرت سيروم. ده شكل الاليسا، وده شكل التفلون سلايد اوف امينو فلوريسنس. قبل ما نقول بقى ثانكيو نلخص السكشن بسرعه. انا قلت ان السكشن بعنوان الفيرال ديزيز اوف جي اي تي بتكلم عن 3 بوينت بالظبط، ان انا بجمع السبيسمن، بعد كده بترانسبورت السبيسمن للمعمل، وبعد كده بدايموس. بجمع السبيسمن اول حاجه التايم اوف كوليكشن لازم يكون as soon as possible after the appearance of symptoms، عشان الكونسنتريشن اوف فيروس بيكون at its highest في الوقت ده. تاني حاجه قلت اللي هي التايب اوف فيرولوجيكال سبيسمن، لازم انا اعرف نوع الفيرولوجيكال سبيسمن بتاعتي. تاني بوينت بقى بتكلم عنها هي ان انا بنقل الفيرولوجيكال سبيسمن، بنقلها للمعمل بتاعي، بنقلها عن طريق ان انا قلت بحطها في فيرال ترانسبورت ميديا، وخاصه اشهر حاجه عندي الهانك ميديا وشكلها اللي هي الازازه الحمراء دي. بعد كده بعمل دايجنوز للفيرولوجيكال سبيسمن. قلت بعمل لها دايجنوز عن طريق تو ميثود، دايركت وان دايركت. قلت الدايركت ان يبقى اشوف الفيروس نفسه او اي جزء من جزيئاته عن طريق فيروس ايزوليشن بقى، او عن طريق ان انا اعمل ديمونستريت للفيروس بارتيكل، او ده بالنسبه للدايركت. الاندايركت ان انا بدور على الانتي بودي عن طريق الاليزا والاميونو فلوريسنس. وشفنا اشكالهم. مع السلامه. ثانك يو.